حقيقي، ده حقيقي فعلا. الاهلي معودنا دايما في الامور الصعبه دهيت بيبقوا رجاله، وانا يعني احساسي ان شاء الله ان هم هيفرحوا الشعب المصري النهارده. بس برضك عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان دي رياضه، مكسب وخساره. النادي الاهلي حقق انجازات كبيره جدا، فرح جمهوره طوال السنوات اللي فاتت دي كلها. احنا باذن الله ربنا يوفقنا وينصرنا ونطلع بنتيجه ايجابيه. النادي الاهلي معودنا من سنين، سنين طويله، من بتفرج على النادي الاهلي انا من سنه 79 ما شاء الله. يعني مفرح الناس كلها، مفرح المصريين كلهم، مش جمهور النادي الاهلي بس. ومعودنا على المواقف الصعبه اللي زي دي، ان هو يظهر معدن لعيبه النادي الاهلي قد ايه، ان هو بتحس ان هم لعيبه فولاذيين، لعيبه ما فيش زيهم الحقيقه. يعني النادي الاهلي بالنسبه لي مش مجرد فريق، معنى كبير جدا جدا جدا. الاهلي مواقف، والمواقف الصعبه بتاعت النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي قادر انه يرجع لنا بالبطوله، ويرجع لنا بكاس البطوله باذن الله، بالروح بتاعته وبروح الفانيلا الحمراء وبروح اللعيبه بتاعته اللي احنا اتعودوا ان هم على طول يحققوا بطولات من وهم ناشئين لحد ما بيوصلوا للفلسطين بتاع النادي الاهلي. يا رب الفريق الاهلي ربنا يوفقه ويفرح الشعب المصري كله، لان فريق النادي الاهلي ده مصدر السعاده مش لجماهير الكوره، للشعب المصري كله. طول عمرنا متعودين من النادي الاهلي انه في البنود الصعبه بيبان، ولو عددنا بقى من 2001 و2006 و2012 و2013، فاحنا كلنا عندنا امل ان شاء الله باذن الله. التوفيق بس بتاع ربنا اول حاجه، ان شاء الله هنرجع بالكاس. دايما احنا مشكلتنا بعد ما بنأدي كويس في ماتش ونكسب بسكور، وفجأة الماتش اللي بعديه يحصل ايه؟ دروب. الدروب ده ليه؟ بتبقى الثقه الزايده عند اللعيبه وعند الجهاز الفني ككل. يعني بس بنبتدي بعديها تاني نبتدي نصلح الامور. وده اللي حصل في الماتش اللي فات بتاع الوداد ده، لان قبلها كنا غالبين اعتقد ستة، كنا غالبين ستة الماتش بتاع النجم. فدايما بيحصل دروب بعديها، هي موضوع ثقة شوية، موضوع ممكن انا مش قادر اقول استهتار، لا هي ثقة زيادة عن اللازم. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب. هو طبعا الوداد لما كان هنا كان بان انه فريق تقيل، بس الاهلي فريق ما بيعرفش المستحيل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيخزلنا، وانا عندي امل كبير ان احنا ما يدخلش فينا جون والاهلي يكسب 2-0 ان شاء الله. احنا كنا نتمنى طبعا ان المباراه هنا تخلص بنتيجه ايجابيه افضل من كده، انما الاهلي عودنا انه تاريخه بيقول كده. يعني احنا لسه في القريب العاجل عملنا ماتش كويس قدام الترجي بالرغم التعادل هنا برضه، انما احنا مش عايزين، مش والظروف كانت اصعب، بس احنا مش عايزين نعول على ده، لان ده ماتش كوره 90 دقيقه، اللي يؤدي بكفاءه اعلى، اللي يؤدي باحترام للكوره واحترام للخصم اكيد هيكسب، والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. الاهلي هو البطل، سواء بيلعب بره، سواء مباراه صعبه، سواء غيابات، هو ده قدر البطل. البطل لازم يكون بطل في كل اللحظات وفي كل المباريات، وان شاء الله انا متاكد ان الاهلي ان شاء الله هيكسب. اقول لهم ربنا معاكم، وان شاء الله نتمنى ان انتوا ترجعوا لنا بالكاس، ويا رب دايما الاهلي في تقدم وازدهار ومحقق بطولات زي العاده زي ما احنا متعودين عليه. اقول له ربنا يوفقك، والماتش صعب فعلا، بس احنا اتعودنا دايما الاهلي في خارج القاهره دايما بيجي ويجيب معاه ان شاء الله الكاس باذن الله. ان شاء الله وليد ازار وعبد الله السعيد، وان شاء الله موفقين ويرجعوا لنا بالكاس. اتمنى الفوز بكره النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا ان يعني ما فيش مستحيل، في ماتشات كتير جدا والتاريخ شاهد على كده. يعني اتمنى طبعا كل التوفيق لكل اللعيبه، اتمنى انا بكره عن نفسي التوفيق لشريف اكرامي.
طبعا بنتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي. ماتش صعب النهائي ده، طبعا بيبقى دايما النهايات دي بيبقى الجيم صعب، بس فريق النادي الاهلي عندها من الخبرات ان هي تقدر يعني ترجع بالبطوله من المغرب. انا اتوقع باذن الله يعني عماد متعب ان شاء الله يعني الفوز هيتاخر شويه. عماد متعب حاسس يعني ان هيخلص الجيم ده ان شاء الله. بنؤازر وبنأيد وبنشجع فريقنا، فريق مش الاهلي بكره، اللي بيلعب بكره مصر، بيلعب باسم مصر. استمرار ودعم المنتخب المصري، المنتخب الوطني. نجاح الاهلي هو نجاح المنتخب، واثنين ده يعني بيمثل مصر وبيمثل المجتمع المصري وبيمثل مصر دوليا يعني على المستوى الافريقي او على المستوى الدولي. وبنتمنى ان التوفيق باذن الله والفوز بالبطوله. هقول ربنا معاهم وربنا يقويهم وان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس. احنا قادرين، احنا مش اول مره، عملناها قبل كده مرتين، وان شاء الله هنرجع بالبطوله، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، وان شاء الله خير. ربنا معاهم ويوفقهم ونرجع بالكاس باذن الله. اقول لهم ربنا معاكم، واحنا عارفين ان انتوا رجاله، وطبعا تاريخ النادي الاهلي يشهد ليكم، وانتوا اعظم نادي في الكون. ويا ريت يا ريت الحماس ثم الحماس ثم الحماس، ونهدى شويه ونركز وما نستعجلش، يعني مش لازم الجون يجي في اول دقيقه. معانا متعب ان شاء الله بيجي بلس 90، بس احنا مش هيحصل المره دي بلس 90، ان شاء الله هيبقى قبل كده. ويا ريت كابتن حسام ربنا معاك وربنا يكون في عونك، عارفين طبعا ان صعب، المهمه صعبه، بس انت قدها، وان شاء الله وليد ازارو ينصفنا يعني. يا رب ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وهيرفعوا راسنا، وان شاء الله 2-0 3-0 عشان لازم يبقى في فرق اهداف، وان شاء الله يبقى كله خير يعني. عندي ثقه كبيره في ربنا وفي اللعيبه، وياما الاهلي اتحط في مواقف صعبه قدر يتجاوزها، وهي الرياضه كده، واولاد النادي الاهلي كده. لو انا بلعب رياضه وداخل الماتش وعندي ياس من النتيجه او مش قادر اعوض، مش هقدر ادي. فاحنا دايما وياما شفنا نماذج كتير للنادي الاهلي انه بيقدر يتجاوز الصعب باذن الله. هقول لهم باذن الله، باذن الله منصورين، وهيرجعوا لنا كده بالكاس، وربنا مش هيرضى يزعل النادي الاهلي ولا رواد النادي الاهلي ولا تابع النادي الاهلي كله. اتمنى الاول فوز فريقنا وحصوله على البطوله ان شاء الله، ويتوج بالبطولة رقم 9 لأنه يستحقها، وكان مشواره طوال البطولة مشوار مشرف، وإن شاء الله كل بطولة اللعيبة إن شاء الله يكونوا أبطال وكلهم يكونوا نمرة واحد. ولكن شخصيا أتمنى أن يكون أحمد فتحي، مجتهد وطموح ولاعب خبرة طويلة، إن شاء الله يكون هو مفتاح الفوز، وان شاء الله يكون ال 11 لعيب واللي على الاحتياطي ان شاء الله كلهم يكونوا ابطال ويحاولنا البطوله باذن الله. اهم حاجه البطوله ان شاء الله باذن الله.